السلام عليكم، معكم ملكة إيدامين، مستشارة فلاحية مركز الاستشارة الفلاحية بتيفلت. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على واحد الفترة اللي هي مهمة جدا في الحياة ديال البقرة من ناحية الإنتاجية، وهي الفترة اللي كنحبسوا فيها عمليات الحل. كنقولوا لها الفترة ديال الطاريسمو ولا الفترة ديال الغريز. هذه الفترة مهمة بالنسبة للإنتاجية للسنة المقبلة من الحليب، ثم مهمة بالنسبة لإعداد البقرة باش تولد في ظروف مزيانة ويكون الوزن ديال العجل مزيان والبقرة تولد بلا ما يدخل إنسان ولا نستعملو شي أنتيبيوتيك. هاد الفترة باش ما كانت قليلة كتأثر لنا على البقرة. المختصين كيقولوا على الأقل تكون 60 يوم، وهاد الفترة كان نفرقها تقريبا على 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى هو كيفاش أننا نشفو الضرع من الحليب، يعني ما يبقاش يخرج الحليب، هنا كنلعبوا فقط على التغذيه. كنقصوا التغذيه بطريقه كبيره، كنعطيو فقط الفصه اليابسه لمده اسبوع تقريبا، وكنبقاو نحلبوا مره في النهار، ومن بعد كنحلبوا مره في يومين حتى كننشفوا الضرع مزيان، وكنديروا واحد الانتيبيوتيك ماستيجيد ضد الامراض ديال الضرع. الهدف ديالنا من الأسبوع الأول هو نشفو الضرع وما يكونش شي مرض في الضرع. ثم واحد 4 ديال الأسابيع الأخرى من بعد الأسبوع الأول هو أننا كنعطيوها الحاجيات ديال الصيانة والحاجيات ديال الولادة، جوج حاجيات باش البقرة تكون في صحة جيدة وباش ما تسمنش لنا. مني كتسمن البقرة كتصعب الولادة والوزن ديال العجل كيكون ضعيف. كنعطيو الفصه اليابسه لانها هي احسن من التبن، فيها مواد بروتينيه وفيها الكالسيوم، وكنعطيوها شويه ديال العلف باش نلبيو جميع الحاجيات ديال البقره باش تعيش، وحاجيات الحمل طبيعه الحال ديال العجل اللي في البطن ديالها. بالنسبه لثلاثه الاسابيع الاخيره حتى الاربعه، هنا كنبداو نحضروا البقره للولاده. هنا كنبداو نزيدو في كميه العلف الاخضر ولا لونسيلاج باش نوجدو دوك الخلايا اللي كتعطي الحليب حتى هي تشتغل وتبدا توجد لنا باش تعطينا الحليب. ثانيا البقره كدير واحد الاحتياطات ديالها ديال المخزون ديال الحاجيات ديالها باش تستعملهم بعد الولاده. دائما كنقولوا الا كانت التغذيه متوازنه البقره غتولد مزيان ويكون فيها الحليب مزيان. شكرا، السلام عليكم.